رجعنا لكم في حلقة جديدة مع أمير السوق البويات شركة بريستول. طبعا من جد التحية للسادة المشاهدين، وبرحب طبعا بزميلتنا العزيزة صفاء عالم الدين. برحب بك يا صفاء. شكرا يا خليل، وانا كمان برحب بكل الضيوف، كل عام وحضراتكم كلكم المشاهدين بخير والموجودين الضيوف معانا. برحب طبعا بالاستاذة ايمان عفيفي مدير شركة بريستول، الفني الاستاذ رجب اهلا وسهلا بيك، الفني الاستاذ محمد اهلا بيك، الفني الاستاذ محمود اهلا بحضرتك، استاذ محمد منصور الديزل طبعا اهلا بكم منورينا، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وسلامه يا رب. طبعا حضراتكم عارفين ان شركه بريستول واللي احنا بنقول عليها امير السوق البويات، طبعا كنا عملنا مسابقه على جروبنا جروب اعلام سوق البويات، في أربع فائزين فازوا معانا بجوائز شركة بريستول. غير كده النهاردة الأربع فائزين موجودين معانا النهاردة في مسابقة اسمها من سيربح الكوبون. معايا فريقين، فريق بريستول، طبعا بريستول ده اللي هو اسم المنتج الأول لشركة بريستول، ومعايا الفريق الثاني اللي هو اسمه لارما، وده هو المنتج الاقتصادي بتاع شركة بريستول، فريق على يميني وفريق على شمالي. وأيضا معايا برحب بالفنان محمود الديزل، وإن شاء الله اللي هتزجينا النهاردة بالتواشيح والحاجات الجميلة. لكن قبل ما نبدأ مسابقتنا والحلوة قوي دي النهاردة، أنا عايز أسأل أمير السوق البويات، أنت مين؟ إيمان عفيفي. أنت ما تقوليش. الفيديو ده هل أنت يا أستاذة إيمان شايفة حضرتك نسخة استثنائية في سوق البويات ولا لأ؟ والله هو انا شايفه ان الفيديو هو اللي نسخه استثنائيه بصراحه. لا بجد انا بشكركم جدا، يعني الفيديو اداني طموح اكتر، قوه اكبر ان شاء الله في الفتره اللي جايه. انا كنت دايما بقول لكم ان انا بحب النوعيات من الفيديوهات والاغاني دي اللي هي دايما بتدي تشجيع وحماس اكبر. تمام. ان شاء الله الفتره اللي جايه هكون اقوى باذن الله، وفعلا انا الحمد لله وفضله حاجه استثنائيه، حاجه استثنائيه بالطموح وبالخطط المدروسه وبالشغل اللي دايما بحاول اطور منه، حاجه استثنائيه بدعم كل الناس ليا، يعني بجد تجار فنيين سواء الناس اللي موجوده طبعا معايا واللي مش موجودين، بفضل الله عليا، بدعوه طبعا بدعوه اهلي ليا. يعني هو الانسان دايما بيكون استثنائي في كل حاجه حواليه، وبعقله وفكره وتنفيذه. اكيد. نبدا مسابقتنا يا صفاء. هنبدا معاكم مسابقه ان شاء الله تكون تعجبكم. هنبدا باول فريق، فين فريق بريستول معانا على الشمال، فريق لارما على اليمين. هنبدا بفريق لارما. السؤال هيكون: كم مره ذكر شهر رمضان الكريم في القران الكريم؟ مره واحده. طيب اسم سوره ورقم الايه؟ سوره البقره ايه 185. برافو عليك. إجابة صح. لارما نقطة. فريق لارما نقطة. طب لا هسألك معلش، ادي المايك للأستاذ، قول لنا بقى الإجابة 200 لأن أنت ما كنتش ماسك المايك. هي سورة البقرة. تمام. الآية 185. تمام. ذكر شهر رمضان، ذكر في الآية مرة واحدة بس. شهر القرآن مرة واحدة. مرة واحدة بس. تمام. ده إحنا هنا ده فريق لارما. لارما. فريق بريستول. نقطة لفريق لارما، سجلي يا أستاذة إيمان. سجلي. طيب تمام. طيب ده فريق لارما. تمام. السؤال طيب. الثاني هيكون لفريق بريستول، استاذ خليل. طبعا هنسالكم نقول لكم بقى، مصر ذكرت كام مره في القران؟ خمس مرات. برافو عليك، خمس مرات. خمس مرات اجابه صحيحه. سجلي بقى نقطه بقى. ونقطه طيب. لفريق بريستول. طبعا تقدر تقول لنا اي ايات في القران الكريم؟ والله يدخلوا لا يشير طبعا ليها، ادخلوا مصر بسلام ان شاء الله امنين، يدخلوا مصر مصر ان شاء الله امنين. وده ولما قال سيدنا يعقوب لما قال سيدنا يوسف لا تدخلوا من باب من واحد، ادخلوا من باب من ابواب متفرقه. صح صحيح. وقال الذي اشتراه من مصر تمام. قل يا قوم اليس لك لي ملك مصر؟ قال يا قوم، معلش الكنترول صح معانا يا جماعه، قال يا قوم اليس لي ملك مصر؟ وطبعا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ودي يمكن بعض الايات اللي هي ايه ذكرت مصر. طبعا ربنا يحفظ مصر يا جماعه. يعني احنا بنعيش ظروف استثنائيه وازمه كورونا،
ولكن ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين احنا برضو ظاهرين دلوقتي في مسابقه وشركه بريستول بنحاول يعني ناخد برضو احترازنا وننزل، ولكن لو احنا مش محتاجين ان احنا ننزل يا ريت نقعد في البيت لان الامر بدا يتحرك شويه يا جماعه. طيب اتفضلي يا صفاء. نقطة كمان سجليها لفريق بريستول. سجلت خلاص. قول لنا بقى النتيجة دلوقتي بعد الجولة الأولى. واحد واحد. واحد واحد. السؤال الثاني، كم مرة فازت مصر بكأس الأمم الأفريقية؟ سبع مرات. تمام. سبع مرات. أيوة. برافو عليك. نقطة اثنين. تمام. طيب. زي احنا طبعا سؤالنا الرياضي، كم مرة تصل مصر إلى كأس الأمم إلى كأس العالم؟ ثلاث مرات. لا أنتوا مذاكرين يا جماعة النهاردة بقى. إيه ده؟ مش حد بيغلط يعني. لا 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 بتهزروا. برافو عليك. الجايزة المالية مين هياخدها؟ في الثلاث مرات كانوا إمتى؟ ٢٨ و2000. تمام. 34 تمام و 19 2018. طيب 34 كانت فين؟ كانت غالبا بعد ما انت متولدتش يعني. مش فينا كانت ولا موقف روسيا. روسيا روسيا زي اللي في ايطاليا. انا اسف في ايطاليا. في ايطاليا ايطاليا كانت 34 و90 وروسيا كانت سنه 2018. احنا نعتبرها طبعا اجابه صحيحه. مظبوط كده. اثنين فريق لارما واثنين فريق بريستول. تمام. طيب احنا عندنا سؤال اكيد كلكم عارفينه، اكيد الفريقين عارفينه، هو سؤال سهل جدا ومعروف. امير السول بويات قالته اكتر من مره واكتر من لقاء، اين يقع مصنع شركه بريستول؟ يقع هنا في منطقه 6 اكتوبر. في المايك لو صح. المنطقه السادسه في مدينه. هو الراجل ده ما بيتكلمش ليه؟ مش واخد المايك. من نفسه. طيب المنطقه السادسه. انت ديزل مش في الفريق ما تغششهمش. الديزل مش في الفريق. المنطقه الصناعيه في اكتوبر. الكلام صحيح ولا لا؟ تاني ايه؟ قول. ها المنطقه السادسه. ايوه اكتوبر طبعا. المنطقه الصناعيه جنب ايه ولا بعد ايه؟ بعد مصنع شرائح الدخان. مظبوط. كده نقطة لرم. طيب كده اديتهم نقطة كده؟ كده ثلاث نقط. نديهم نقطة مفيش مشكلة. طيب اسم وصفحة وجروب، اسم صفحة وجروب الشركة على الفيسبوك اسمهم ايه؟ الشركة بتاعتنا اللي بنزوروا على الستور. عائلة بريستول. ده اكيد مظبوط. ده احنا فيها عندها مع الفريق بتاعها جامد قوي يعني. انا ما اتكلمتش على الفريق بتاعها. احنا عندنا مصنع بريستول. عشان بقالهم سنه ونص بينزلوا اصلا شغلهم على الشغل. الجروب اسمه ايه؟ عائله بريستول. الجروب عائله بريستول. بريستول. والصفحه؟ بريستول بانت. صفحه بريستول. صفحه بريستول او بالانجليزي. تمام. كده ثلاثة. تمام. احنا معانا سؤال ثاني برضه. في ضربه جزاء ولا حاجه؟ ممكن. اخر سؤالين هيبقى فري، هنختار الفريق اللي يجاوب يرفع ايده. اخر سؤالين يا استاذ خليل. تمام. معانا سؤال فني طبعا برضه كلكم عارفين. ايه الفرق بين القطيفه والثناوي؟ ده بقى عايزين بقى ايه فنانين. احنا هدوسنا على البازل. يجاوب طيب الاستاذ محمود الجزر في المايك. لا 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 لازم حد من الاثنين. اثنين بس يا استاذ ايمان. لازم حد من الاثنين. القطيفه. ايوه واحده واحده. بص لي بقى كده. القطيفه ممكن تستر تغطي وش واحد. السناوي بتديله بطانه وبعد كده بتشطب منه بتاخد شيء. الفرق ما بين الاثنين. الفرق في ايه يعني؟ التاثير. الفرق في التاثير ايه؟ التاثير ما فيش مشكله. ما انت معاه كمل. ها قول لي منتج. منتج تاني. القطيفه. القطيفه بتفرق كام متر؟ كيلو القطيفه اللي هو الاوتوشنتو بريستو. 3 جنب 3 في 3. 3 في 3 يعني متوسط 9 متر. تمام. الله ينور عليك. تمام. انت طبعا جربت الكلام ده بنفسك. طبعا جربته بنفسي. تمام. السيناوي بيفرق 8 متر تقريبا. تمام الله ينور عليك. طب الفرق ما بين القطيفه والسيناوي؟ السيناوي في بعد التقطيع بالسكينه بالمالك بيديني عرق لونه جري كده. الله ينور عليك. اصبح كده ان القطيفه بتدي اللون اللي انت لونته، لكن السيناوي بتدي اللونين. اللون اللي انت لونته زائد الضي رصاص ايا كان. بالظبط. تمام الله ينور. الاجابه صحيحه. الاجابه صحيحه. ماشي سجلي بقى هنا نقطه الجزء عشان سد سؤالك. طيب السؤال بقى الفني لحضراتكم. معدل فرد المالتي كلر والمطاطي من بيرستول كام؟
واحدة 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 انا ايه اللي هقول صح ولا غلط؟ الاول منتج المالتي كلر. المالتي كلر بالنسبة الفرد بتاعته ما يقرب من 15 ل 20 ده في حالة التخفيف من نسبة من واحد. بص احنا عايزين نوضح علشان برضو الاخوان الصناعي اللي بيتفرجوا علينا يبقوا فاهمين. الله ينور عليك. الرش بالكيلو كيلو نسبة التخفيف من واحد لواحد. الله ينور عليك. يعني ممكن يوصل معاك الكيلو معدل فرده ل 20 متر ده في حالة ان انت رشيته. لو عملته بالفرشة يعني ما يقرب عن 12 تمام. ممكن كمان تشتغلوا بالمالك. بالمالك في حالة ان انت عايز يدي معاك شكل الجرانيت. تمام. ممكن يفرد معاك كم متر لو بحالة المالك؟ 8 متر. 8 متر يعني ماشيه بس هي مش صح عشان برضو المعلومه توصل صح للناس عشان ما حدش هي كبرها من الاخر 5 متر لو اشتغلت بيه بالمالك. بالمالك لان انت بتشتغل بيه كتله واحده زي ما هو. تمام كده. بالنسبه بقى لمنتج المطاطي اسمه عندنا برلياتو مطاطي. ايوه هو بيفرد بال يعني حدود 25 متر 24 متر. الله ينور عليك. المنتج عباره عن سلس كده معاك فتتحكم فيه بالفرشه في الاتجاه اللي انت عايزه. الله ينور عليك. بيدى فرد معاك مساحه كبيره. تمام. إجابة صحيحة. هناخد فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. تمام. ورجعناكم من الفاصل وبنواصل مع أمير السوق البويات. طبعا النهاردة يمكن الفيديو ده عرض 8 معارض احنا عملنا معهم افتتاحات قبل كده خلال 2020 غير طبعا المعارض اللي عملناها خلال السنين اللي فاتت. احنا كنا النهاردة وصلنا 42 معرض. نقول ايه النهاردة لوكلائنا اللي اتكلموا في الفيديو ووكلائنا الموجودين قبل كده؟ اولا احنا بفضل الله الى الان 42 معرض ان شاء الله. بعد العيد عندنا 7 افتتاحات تانيين هيتموا طبعا ورا بعض. هم حاليا بيتجهزوا وبتشطبوا كلهم. هيكونوا مراكز تلوين برضو باذن الله. طبعا انا بقول لكل الوكلاء وكل التجار انا بشكركم جدا. انتم مش بس اخوات ليا لا انا كنت قلت الكلام ده قبل كده. احنا عاملين جروب خاص على الواتس خاص بينا كوكلاء وتجار وطبعا انا معاهم. اي فكره جديده بحاول ان انا افكر فيها وانفذها باذن الله قبل ما ننفذها بندرسها الاول سوا مع الوكلاء. وطبعا دي حاجه بتديني اصلا حماس اكتر ان عقلهم دايما معايا. افكارهم بتساعدني جدا. بنقعد نناقش كتير جدا على فريق واحد. الله ينور عليك. ودي احسن حاجه في كل الوكلاء اللي معايا ان احنا فعلا قبل ما نكون ناس بتشتغل مع بعض او يعني اللي بيربطنا مش مجرد مصلحه ومكاسب لا اللي بيربطنا هو ان احنا عايزين نبني كيان سوا. وده فعلا من اول وكيل اشتغل معايا من ساعه ما فتحت لحد النهارده لحد اخر وكيل ان شاء الله. طبعا مش هيكون اخر وكيل ان شاء الله يكون في وكلاء اكتر من كده باذن الله. كلنا بنشتغل بقلب واحد وايد واحده. فريق واحد وعائله واحده. مظبوط. اكيد. النهارده في حاجه مختلفه استاذ خليل. من النهارده من كل يعني يعتبر من اماكن مختلفه خالص. حضرتك مين يا استاذ رجب؟ انا راجب من وصاله مركزيه فوق من مدينه البصيليه. هو حضرتك محمد مركز ادفو محافظه اسوان. استاذ محمود. محمود من شبه القطر مركز شبه القطر محافظه الاليوميه. المايك يا جماعه استخدموا المايك. يا محمود تستولى على المايك. محمود ان شاء الله مركز شبل القناطر محافظه الاهلي. محمد منصور من اسكندريه العجمي. محمود شرشير كفر الشيخ بلطيم. انا شايفاكم من اماكن مختلفه. ليه اجتمعتوا على برستول وليه بتستخدموا منتجات برستول؟ اولا هنبدا بالديزل. طبعا اشتغلت بمنتجات الشركه دي من 5 سنين. تمام. اول حاجه شدتني في الشركه دي القطيفه. بنشتغل بقطيفه كتير الفرد بتاعها عالي جدا وفي نفس الوقت التغطيه بتاعتها حلوه. مفيش قطيفه بتديك فرد وتغطيه في وقت واحد. عندنا معادله بنبقى عارفين مثلا لو التغطيه كتير يبقى الفرد اقل. تمام. معانا القطيفه بتفرد من 8 ل 12 على حسب ايد الصناعي اللي شغال دي في الفرد. تمام. تاني حاجه السيناوي. كان السيناوي ما كانش شهر كتير في شركات كتير فلما جينا نشتغل به هو طريقه التطبيق واحده زي القطيفه بالظبط. بس لما جيت اشتغلت بولته مختلف عن كل اللي موجود في الشركات. بيديني تاثير صخر جميل. انت لما بتخش لو انت مش فني متميز مش هتقدر تميز بينه وبين القطيفه. دي حاجه ثانيه. في حاجه منتج جديد طلع عندهم اللي هو البرلاتو. انا خرجت بره الصندوق خالص وعملته على الحديد. دي طبعا حاجه صعبه. الناس كلها بتعمله مثلا على الجبسن بورد على الحوائط العاديه. فانا خرجت بره الصندوق ورحت عامله على الحديد. هنخرج بره الصندوق وندي المايك لضيفنا التاني. اسكندرانيه رايهم في برستول؟ والله برستول شركه ممتازه جدا ومنتج سهل وسلس واي حد يعمله. يعني المنتج ما شاء الله حاجه كويسه جدا وخامه احكام عاليه. كل المنتجات ما شاء الله حاجه كويسه قوي قوي قوي.
وربنا يوفقكم يا رب. انا مسكين تحياتنا طبعا يا جماعه لاهل اسكندريه ربنا يبارك لكم. استاذ ايمن عفيفي اساسا اسكندرانيه يعني فاحنا طبعا لازم كل اسكندريه اللي بيشوفوا اسكندريه بيشوفوا ان شاء الله يستخدموا منتجات بريستول كله فعلا والله كله بيشتغل ببريستول الفنيين كلهم عندنا ما شاء الله ناس محترمه جدا وكله بيشتغل بنفس المنتج اكيد وربنا يوفقكم ان شاء الله. استاذ محمود كفر الشيخ. كفر الشيخ طبعا مركز بلطيم طبعا شركه بريستول يعني متفوقه جدا وبتدي برضو امكانيات للصنايعي انه يدي انه يدي ينفذ حاجه محترمه حاجه كويسه بتساعدك بتساعدني على ان انا انفذ حاجه كويسه طبعا متفوقه جدا وطبعا بنفتخر بيها طبعا لانها بتنزل منتجات عاليه جامد فيعني شركه محترمه جدا وربنا يوفقكم يا رب. تمام المايك معاك يا انا بريستول شدني في حاجه الحاجه الاولانيه المنتجه لما بشتغل فيه حاجه تفوق الخيال والحاجه الثانيه بيبقى معايا محدود الدخل سعره حنين عليه احنا كبلد يعني او كمدينه مهما كان الاقتصاد بتاعنا غير المدن فانا لما اجيب زبون اروح اعمل له قطيفه بيبقى خايف منها يا عم دي سعرها بكذا سعرها بكذا لا تعال انا هجيب لك قطيفه بريستول ازيك زي اي حد هشطب لك بيها منتجك على قد ايدك مش هتكلفك كتير بقيت شغال ببريستول انا كنت شغال في شغلانه اخذت لتر بريستول عملته في سقف رنيت على الوكيل ممكن اقول اسمه بعد اذنك احمد صلاح كله عرفنا شغال من دعوه كل احمد صلاح اخذت فرنيت عليه قلت له يا احمد واللتر ده بكام قال لي بكد كده يا رجب طب يا احمد جهز لي كرتونه انا جاي اخذ كرتونه انا بقلب الكرتونه لقيت سيناوي قلت له السيناوي على كام قال لي السيناوي هيكلفك كد كده انا والله والله العظيم انا يعني بقيت في حاله ذهول يعني منتج عالي الجوده عالي الجوده في نفس الوقت سعره كويس سعره حنين جميل متناول ايد اي فنان يعني جيت عملت الشقه دي كلها اسقفتها كلها قطيفه حتى الصنايعي اللي معي قالوا انت مجنون والله العظيم هم ممكن يسمعوني دلوقتي يعني قالوا انت مجنون قلت طالما المنتج هيديني الاداء اللي انا عايزه وبسعر حنين على الزبون مش حق بجبار عليه فانا ده انا اللي عايزه كصنايعي ينجح شغلي وما بقاش الناحيه الثانيه ما جبرتش على الزبون. هو بريستول منتج جبار ونسمع راي استاذنا. بريستول بالنسبه لي انا بتعامل معاها يعني انا اعرف الاستاذه ايمان من قبل ما هي تتعامل مع بريستول ده شرف ليا طبعا. بريستول ليها سيستم معين اللي هو سيستم ان هي بتشتغل على المنتج من الصنايعي يعني دي بتتلقى تعليقات الصنايعي بتعرف هي الصنايعي عايز ايه فدايما التواصل مع الفني بتطور المنتج تمام. وبتاخد راي الفني فده حلو بالنسبه لاي شركه احنا عندنا شركات في مركز ادفو شركات كتيره بس حته الاستماع للفني دي مش موجوده في بعض الشركات لكن انا اللي يميز في بريستول ان هي عندها روح حته العائله اللي هي احنا اشاد بها استاذنا استاذ خليل روح العائلة احنا بنتعامل معها على اساس ان احنا كيان واحد وهي بصراحة شغالة على المنتج وبإذن الله تعالى ان شاء الله هيكون في طفرة عالية جدا بإذن الله في محافظة أسوان محافظة ومراكز بإذن الله تعالى شركة بريستول هتشرف أسوان بإذن الله تعالى ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك. المفاجأة محمود الديت النهاردة مش جاي عشان يشترك معنا في المسابقة لانه اسمه لازم معنا في المسابقة النهارده هتسمعنا ايه يا استاذ محمود؟ صلي يا رب على المدثر ان شاء الله المشاهد دي بهديها الوالد الحاج لطفي شاميه واخويا ادهم عبد المعطي في السعوديه ربنا يا رب يصلح حاله. صلي يا ربي على المدثر مصطفى كالهاشمي الانواري صاحب الجاه العريض الغاليه البس إدريس نورا باهيا رفع قدرا فوق رتبا عاليا وهو جد للحبيب الأعظم صل يا ربي على المدثر مصطفى كالهاشمي الانواري رب للمختار يسر زورته كي اراه جالسا في الحجرات زكي سمعي بسماع الحضرات والمس الروضة وذاك المنبر
صلي يا ربي على المدثري مصطفى كالهاشمي الانواري صاحب الجاه العريض الاعظم من به قدما تبسم ادم وبه رب البرية أقسما بحر علم الله طه الأنوار صل يا ربي على المدثر مصطفى كالهاشمي الأنوار صاحب الجاه العريض الغالية ألبس إدريس نورا باهيا رفع قدرا فوق رتبا عاليا وهو جد للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. طبعا بنستمر مع حضراتكم في مسابقتنا من سيربح الكوبون. طبعا بشكرك يا فنان يا استاذ محمود. سؤالنا احنا دلوقتي هنعمل يا جماعه حاجه اسمها الامثال. انا هقول لكم مثل وانتوا تجيبوا المثل الحقيقي بتاعه. تمام؟ ايوه. طيب يبقى انا هنبدا الاول سؤال لفريق العرمة. هنقول سؤال على قد بوياتك مد رجليك. على قد الحافك مد رجليك. لا بس دي كده الحسابه. الحسابه يا جماعه. المايك يا جماعه انتوا شو بتستخدموا المايك دي؟ تاني. طيب تاني. على قد رجليك. على قد الحافك مد رجليك. لا المثل ايه؟ المثل بيقول على قد بوياتك مد رجليك. على قد الحافك مد رجليك. برافو عليك. تمام. السؤال الثاني مثلنا كده واحد لارمو نقطه. ماشي. اختار بريستول يحتار غريبك فيك. اختار بريستول يختار يا ايه يختار عريضه فيك. مش عادل يختار عدوك فيك. برافو عليك. ما هو استعمل بريستول يختار عدوك فيك. طيب هو سؤال اختار بريستول. اختار بريستول يختار عدوك فيك. اختار فيك. لا صح كده. تمام. الشركات فيك. طيب هناخد فاصل قصير جدا وهنرجع لحضراتكم تاني عشان نعمل فقره الغاز مريم. انتظروا مريم. انتظروا مريم بقى. عايزة مية. ومكملين مع حضراتكم في مع أمير السوق البويات شركة بريستول والنهاردة بنكمل من سيربح الكوبون. طبعا آخر فقرة معانا فقرة الغاز مريم. يا مريم انت حضرنا النهاردة اللغزين صح كده؟ طيب قولي الأول لغز بقى لفريق بريستول لفريق لارما الأول. ماشي. أول حاجة حاجه عباره عن 12 لاعب و3 حكام وكره في النص. الساعه 12 لاعب و2 و3 حكام وكره في النص. ادي له المايك. مريم الساعه تقريبا الساعه طلع اللغز سهل يا مريم. نقطه هنا نقطه. ماشي. اللغز الثاني بقى حاجه بتطير في السماء وملهاش اجنحه. دخان. فكرتين فكرتين لسه عندك وقت. حاجه بتطير في السماء بس ملهاش اجنحه. الهوا. انا هو الهوا بيطير. مش عارف. اخر فرصه. فرصه اخر فرصه. ها؟ اخر فرصه. حاجه بتطير في الهوا وملهاش اجنحه. ملهاش اجنحه. اخر فرصه. يا ديزل فكر. المطر. المطر بينزل. طيب لا. الاجابه خلاص خلاص. هو اللي عارف ينفع ولا صحيح. ولا هم ما لهمش يقولوا عشان بس افهم. مش هتفوز يا كنترول برضو. الكنترول عايز يفوز يا جماعه معانا. ايه رايكم نفوزهم ولا ايه؟ ايه رايكم نفوز الكنترول؟ طب نسمع الاجابه من مريم. السحاب. انا قلت سلام. هو فريق على فكره الارما قال السحاب. انا قلت السحاب. السحاب. انا قلت السحاب قبل والله. لا انا قلت الاول. لا 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 طيب انت بقى قولي بقى اللي النقطه هتروح عليهم وخلاص كده. طيب ما اصل هما الاثنين قالوها في نفس الوقت. طيب مش بدري ليه؟ بقى اسم الفائز هنا كام نقطه وهنا كام نقطه؟ 1 2 3 4 5 6 لارما. 1 2 3 4 5 بريستول. يعني يعني بريستول هي اللي بريستول. تمام. يبقى اذا الفريق الفائز معانا فريق لارما وفاز معانا بجائزه الكوبون الجائزه الماليه. طب يلا اتفضل يا استاذ ايمان. طبعا يا جماعه الجائزه دي مقدمه من شركه بريستول مش من البرنامج مش كده برضو؟
احنا الاثنين واحد يا استاذ خليل. وطبعا كل ال طب الدخان مش هنجيبها بس من ايه لا الدخان مش خليك عندك يا مريم. اتفضلي يا استاذ ايمان بعد اذنك. عايزه بس اجيب الجايزه من الشنطه. طيب هنوزع الجوائز اللي هي الثانيه اللي عايزين هو طبعا المفروض ان احنا قلنا في جايزه ماليه للفريق الكسبان تمام كده، وطبعا فريق لارما كسب. طبعا لارما وبريستول بالنسبه لنا واحد، الاثنين واحد. طبعا انا بس عايز اعرف حاجه للناس اللي كلها شايفانا، احنا الاول كنا بنعمل بث مباشر بره، فلما كنا بنتكلم عن موضوع الجائزه الماليه فاحنا لقيناهم كلهم اجمعوا على ان الجائزه الماليه حتى اللي هيكسبها هي هتتوزع على الكل بينهم وبين بعض، بس طبعا انا هسلمها للفريق الفايز. اتفضل. الف مبروك. تمام. وطبعا في جوائز عينيه عباره مزبوط. عن منتجات دكتوريه منتجات الشركه، يا ريت توزعها برضو على باقي الناس. ده وده اللي يا استاذه ايمان يدل ان فعلا بريستول عائله واحده بجد. اكيد طبعا. اتفضل. مبروك. 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 بعد اذنك كده سؤال. طبعا جوائز طبعا يا جماعه زي ما انتم حضراتكم شايفين عباره عن استاذكم استاذ ايمان طبعا منتجات من شركه بريستول. مظبوط. تمام. دي عشان بس الصناعيه طبعا يحاولوا ايه يجربوا المنتج. تمام. استاذنك بس اتكلم عن المنتج ده لو ممكن. ثواني. وطبعا تيشيرت من شركه بريستول، وطبعا الكتالوج اهو. استاذ ايمان في نهايه حلقتنا عايزين نقول طموحاتك لشركه هديتك على فكره يا محمود. ما فيش مشكله. طموحاتك يا استاذ ايمان عشان احنا كده بنفنش الحلقه خالص. فنش الحلقه. طيب احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه بدانا بالفعل. طبعا احنا معروف في السوق ان احنا شركه دهانات ديكوريه. انتجنا 20 منتج ديكوري. بعد العيد ان شاء الله الخطه اللي جايه هننتج منتجين جداد، منتج اسمه شيراز، منتج اسمه سينوفا. المنتجين هيكون لهم طابع خاص غير اي منتج موجود في السوق. تمام. حصري عندنا بس في شركتنا. تمام. ان شاء الله هيشوفوا فيه حاجه ديكوريه جديده ان شاء الله تنافس جوه مصر وبره مصر. ده بالنسبه للجزء الديكوري. تمام. طبعا احنا كنا مأجلين خالص موضوع سيستم الانشائي دلوقتي. اكيد. يعني في الخطه بتاعتي ان انا كنت حاطه هدف الاول ان انا اوصل ل 100 مركز تلوين. تمام. احنا بفضل الله هنبقى بعد العيد يعني هنوصل لل 50 باذن واحد احد بعد العيد على طول ان شاء الله، عشان المعارض اللي هتتفتح بعد العيد فهنبقى 50. فالحمد لله بعد ما خدت راي الناس كلها التجار والوكلاء في الجزئيه ديت قررت ان شاء الله ان انا بدات بالفعل اشتغل على تصميمات العبوات بتاعه الانشائي. تمام. وهنبدا ان شاء الله نشتغل عليه وننتجه ان شاء الله على شهر 10 او شهر 11 بالفعل هيكون موجود في كل معارض بريستول وكل مراكز التلوين المنتجات الانشائيه باذن يعني الله. يعني الجديد في بريستول الانشائي ان شاء الله باذن إن شاء الله. اتفضل يا استاذ صفاء. اختمي خلاص. هو في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذه ايمان وبنشكر الضيوف اللي معانا، شرفتونا وكل سنه وحضراتكم طيبين. طيب. وانتظرونا ان شاء الله في حلقات مع بريستول ان شاء الله احسن. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.